السلام عليكم ورحمة الله. سوف نتطرق إلى دودة الكلب الشريطية إيكاينوكوكس جرانيلوسيس أو الهايداتيت ديزيز أو هايداتوسيس. جنس الإيكاينوكوكس يحتوي على 4 أنواع. هذه الأنواع تصيب الإنسان which human are host to the larval stage. الإنسان يصاب بالطور اليرقي لهذه الدودة، ويعد أفراد آكلات اللحوم والعائلة الكلبية الكلاب والذئاب وبقية أفرادها هي المضيف النهائي لهذه الدودة، إذ تكتمل وتكون دودة بالغة، بينما يعد الإنسان intermediate host لهذه الدودة. المصطلحات hydata disease, hydatosis and echinococcus، كل هذه المصطلحات all term used to refer infection with the metacystoid أو hydatid cyst إلى الأكياس المائية. The terms hydatid disease and hydatosis should be restricted to infection with the metacystoid. وهذه المصطلحات تشير إلى الإصابة بالطور اليرقي لهذه الدودة. في العراق داء الأكياس المائية أو داء الأكياس العدرية الهايداتوسيس شائع جدا، وهو مرض مشترك بين الإنسان والحيوان which affected a human and wide rank of livestock species، ويصيب إن الإنسان وحيوانات الماشية والحيوانات الاقتصادية ويسبب خسائر طبية واجتماعية واقتصادية كبيرة clinical and economic significance. Parasite almost completely confined to the infection with the metacystoid. تم عزل الديدان البالغة من ستاريدوكس الكلاب السائبة في بعض أجزاء العراق. الشكل المظهري لدودة الإيكاينوكوكس جرانيلوسيس، وتعد أهم الديدان أو أصغر الديدان الشريطية المعروفة والتي تصيب الإنسان، وتحتوي على السكوليكس الرؤيس والعنق وثلاث قطع جسمية إماتشور غير ناضجة وماتشور ناضجة وغرافيد الحبلة، وهي القطع نفسها التي تكون في باقي الديدان الشريطية، والبيوض أيضا تشابه ديدان التينيات، وتحتوي على الجنين سداسي الأشواك الذي يحتوي على السكس هوكليتس. دورة الحياة، دورة الحياة the adult worm، الديدان البالغة تعيش في domestic and wild carnivorous animals، في آكلات اللحوم المستأنسة والبرية، وخصوصا أفراد العائلة family candy العائلة الكلبية. عندما تتحرر من الفاينل هوست البيوض تكون حاوية على جنين كامل النمو، ويكون معدي و للمضيف الوسطي. When the eggs are ingested by the grazing farm animals or human، عندما يتناول الإنسان أو المضائف مثل الحيوانات العاشبة أو حيوانات المزرعة للعشب الملوث بالبيوض، هذه البيوض سوف تفقس hatch and سوف تتعلق بالمعدة والأمعاء والزغابات بواسطة
الخطاطيف وتكون لنا الطور post oncospheral development proceed leading وتؤدي إلى تكوين الطور الهيداتا سيست أو الكيس المائي أو الكيس العدري والذي يحتوي على العديد من اليرقات أو التي تسمى بشكل فراغ أو صح وخطأ وتسمى بروتوسكوليكس أو هيداتا ساند الرؤيسات الأولية أو الرمل العدري. عندما يتناول الكلاب وأفراد هذه العائلة consumed infected organ الأعضاء المصابة وهنا يساهم القصابين برمي الأعضاء المصابة عند ذبح الماشية سوف تتناول هذه الأفراد أو الكلاب وتكون في أمعائها دودة كاملة والتي بدورها سوف تطرح البيوض التي تلوث لنا الأعشاب مرة أخرى. البروتوسكوليكس escape the cyst enter the small intestine and develop into adult worm وتكون دودة بالغة. عندما يبتلع الإنسان بيوض الإيكينوكوكس سوف تخترق الأمعاء الدقيقة وتدخل إلى مجرى الدم وتذهب إلى ليفر الكبد والرئتين والعيون والعظام وفي بعض الأحيان إلى الدماغ. No organs or part of the body immune against the infection except nails and hair. لا يوجد أي عضو في جسم الإنسان لديه حصانة أو مناعة ضد هذه الأكياس المائية ما عدا الأظافر والشعر. The cyst حجم الكيس يصل من 1 إلى 7 سنتيمتر في القطر وأحيانا يصل إلى 30 سنتيمتر. The cyst consists of outer and clear hyaline cuticle ومكون من 3 طبقات. طبقة خارجية يفرزها الجسم كرة فعل تجاه الكيس المائي وطبقة وسطى وطبقة داخلية وتدعى بالجيرمينال لاير أو الطبقة الجرثومية وهي التي تكون لنا الأكياس البنتية. Nucleated German layer containing clear yellow fluid سائل أصفر. Daughter hydata cyst attached to the germinal layer although some cyst known as broad cyst أو الأكياس الحاضنة may have only larva hydata sand أو تحتوي على الرمل العدري. It's important to mention to them some hydata cyst or sterile and containing no sand. وفي بعض الأحيان تكون هذه الأكياس عقيمة وغير حاوية على الرمل العدري. الإنسان يعد نهاية مغلقة للطفيل human are dead and host unless the dead body are eaten by candies ما لم يؤكل من قبل أفراد العائلة الكلبية حتى تكتمل دورات الحياة.